اهلا وسهلا بيكم، معاكم نور الهدى من نفا. النهارده هنشرح مع بعض درس مبادئ التعلم الجيد واسس الاستذكار في علم النفس للثانويه العامه. اول حاجه معايا سؤال بيقول هل المذاكره مبادئ؟ عمرك عرفت ان المذاكره ليها اسس ليها مبادئ؟ فكروا في السؤال ده وتعالوا نشوف الدرس بتاعنا بيقول لنا ايه. هنخرج من الدرس ده بكذا حاجه. اول حاجه يعني ايه مبادئ التعلم، تاني حاجه هي ايه اسس الاستذكار. اول حاجه مبادئ التعلم بيقول لي ان اول مبدا معايا هو اسمه الدافعيه والتعلم، وتاني مبدا التعزيز والتعلم، والتالت الممارسه والتعلم. يعني ايه الدافعيه والتعلم؟ الدافعيه جايه من كلمه الدافع اللي بيخليك تتعلم. ايه هو الهدف بتاعك؟ تعالوا نشوف بيقول ايه. بيقول ان جميع انواع التعلم اللي احنا درسناها في درس نظريات التعلم بيقول لي تم اجراءها على الحيوان. طيب كان بهدف ايه او ازاي؟ بيقول لي كانوا مشتركين في حاجة واحدة وهي وجود الدافع، وكان الدافع عند الحيوان هو الجوع. طيب معنى كده ان دافع التعلم عند الانسان هو دافع الجوع برضو؟ بيقول لي لا، ان الفرق الجوهري بين دافع التعلم عند الانسان ودافع الحيوان ان دافع الانسان بيرتقي شوية عن الدوافع البيولوجية والفسيولوجية زي الجوع او الجسد، وبيوصل لمرحلة الدوافع الاجتماعية المقتسمة اللي هي زي حب وتقدير الذات والانجاز والاكتشاف. طيب يعني ايه تعزيز؟ يعني تقوية، يعني دعم. بيقول ان ممكن الانسان يعزز عمليه التعلم بتاعته يا اما بالسلب يا اما بالايجاب. طب ازاي بالايجاب؟ بيقول لي زي ما حصلت مع تجارب الحيوانات اللي خدناها في النظريات اللي فاتت في الدرس اللي فات، ان هم في نهايه التجربه بيحصلوا على مكافاه او طعام. طيب بالسلب بيقول من خلال حرمان الشخص او الكائن الحي من الناتج او المكافاه. يعني ايه ممارسه؟ يعني ازاي بنفذ عمليه التعلم دي؟ في طريقه اسمها الممارسه الموزعه. يعني ايه؟ بيقول لي يعني بتعلم حاجه معينه عن طريق فترات قصيره بينها فترات راحه. مثلا زي ما اكون بذاكر ماده 15 دقيقه واخد 5 دقايق راحه، بعد كده معايا الممارسه المركزه واللي فيها بقدر اتعلم حاجه في فتره طويله جدا ما فيهاش راحه، وبالتالي الممارسه الموزعه افضل بكتير من الممارسه المركزه. بعد كده معايا اسس الاستذكار. بيقول لي اول حاجه الانتباه، اتنين زياده الرغبه في الاستذكار. طب يعني ايه الانتباه؟ بيقول لي تخصيص وقت معين للاستذكار والحرص على الالتزام به. اتنين تخصيص مكان معين للاستذكار بعيدا عن اماكن النوم. بعد كده معايا التدريب على الاستذكار في الظروف المتغيره. يعني انت متعود ان انت بتذاكر في مثلا في اوضه معينه، الاوضه دي جت في مره ما لقيتهاش فاضيه، عادي جدا تروح تذاكر في حته تانية. ما توقفش الدنيا على حاجه معينه. ليله الامتحان جالك ضيوف، حصلت مشكله، لا تعود ان انت في اي وقت تقدر تعمل الحاجه المطلوبه منك. بعد كده معايا التخلص من المشكلات النفسيه. يعني وانت جاي تذاكر حاول تفصل الحاجات اللي معطلاك والحاجات اللي مضايقاك والمشكلات اللي بتواجهك، وتركز في عمليه المذاكره او التعلم اللي انت بتقوم بيها. هو ده الانتباه، هو التركيز. بعد كده عندي زياده الرغبه في الاستذكار. بيقول لي ان المبدا ده مرتبط جدا بمبدا الدافعيه، بمبدا الدافع بتاعك. بيقول انت ممكن تحقق لنفسك حاجات من خلال ده. من خلال ايه؟ التفكير في الاهداف اللي بتسعى ليها. يعني انت جاي تذاكر تزود رغبتك في المذاكره عن طريق اللي انت تفكر في اهدافك. انت عايز مثلا تخش كليه ايه؟ انت عايز تعمل ايه بعد 5 سنين؟ انت عايز توصل لايه في النهايه؟ تاني حاجه التنافس، لازم يبقى عندك تنافس مع نفسك ومع الاخرين عشان تقدر تتجاوز المستوى اللي انت فيه. وتلاته انك تخصص وقت محدد عشان تنتهي من مذاكره ماده معينه وتحرص كمان على تنفيذ الموضوع ده. كمان عندي في اسس الاستذكار المشاركة النشطة واستخدام طرق القراءة الجيدة. يعني ايه مشاركة نشطة؟ بيقولي يعني يبقى في تفاعل في عملية المذاكرة. طب اعمله ازاي ده؟ بيقولي من خلال المراجعة، لازم تقف اثناء المراجعة كل بين كل فترة وفترة عشان تفتكر العناصر الاساسية بتاعت كل موضوع. كمان انك تدون المذكرات بتاعتك او تدون الافكار او العناصر اللي انت حابب اللي انت تذكرها بطريقة متفاعلة وتلخصها وتقراها وتعمل ملخصات لنفسك. طب استخدام الطرق القراءة جيدة، بيقول لي لازم تقرأ بفهم، لأن القراءة بالفهم بتسهل عليك عملية التعلم أو الاستذكار. طب ده بيتحقق من خلال إيه؟ بيقول لي قبل ما تدرس الموضوع بطريقة تفصيلية لازم تستعرض المادة كلها استعراض عام أو استعراض سريع. 2 إنك تربط بين المعلومات الجديدة والمعلومات القديمة.
وتلاتة انك تبحث عن المبادئ العامة اللي بتنظم التفاصيل والجزئيات، انك تدور على عنصر كبير او فكرة رئيسية بيندرج تحتها التفاصيل اللي انت بتقراها. اربعة، استخدام العادات الجيدة للقراءة. يعني انت ممكن تقدر تذاكر عن طريق عملية الايقاع الصحيح لحركات العين على الكلمات المطبوعة، يعني انت وانت بتقرا عينك تكون على الكلمة، وسلام كمان لو بتقرا بصوت عالي فتسمع كمان، يبقى انت استخدمت كذا حاسة، فتقدر يساعدك فيما بعد على تذكر المعلومات اللي انت كنت بتعملها. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. تعالوا نشوف ملخص اللي احنا اتعلمناه النهارده مع بعض. اول حاجه مبادئ التعلم، وقلنا ان احنا عندنا ثلاثه، الدافعيه والتعزيز والممارسه، وخدنا كمان اسس الاستذكار، وخدنا فيه الانتباه وزياده الرغبه والمشاركه النشطه وطرق القراءه الجيده. بعد كده معايا سؤال، صح ام خطا مع التعليم؟ يعد مبدا الدافعيه من اهم مبادئ التعلم؟ لا يوجد للاستذكار اسس. تعالوا نشوف، بيعد مبدا الدافعيه من اهم مبادئ التعلم؟ طبعا العباره صحيحه. ونشرح مبدا الدافعيه وارتباطه عند الحيوان بدافع الجوع، وعند الانسان بدافع، وعند الانسان بالدوافع الاجتماعيه. مين لا يوجد للاستذكار اسس؟ طبعا العباره خاطئه. احنا عندنا اربع اسس للاستذكار اللي احنا لسه قايلينهم، اللي هو الانتباه والمشاركه النشطه وزياده الرغبه والقراءه الجيده. السؤال ده انت هتحله مع نفسك في البيت، اشرح ثلاثة مبادئ من التعلم واثنين وضح اسس الاستذكار. كان عندك اي سؤال ممكن تسيبه لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله هنجاوبك عليه. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة من نفهم نتعلم ببساطة.